السلام عليكم ولد خالي بنت خالي. كل ما تعلق الامر بشي نشاط رياضي في الصحراء المغربيه او انجاز كتحققه الدبلوماسيه المغربيه في قضيتنا الاولى قضيه الصحراء المغربيه كترتفع السياح ديال المرتزقه وكلاب الجزائر. الدخلة جوهرة الصحراء المغربيه مقبله على واحد النشاط كبير غادي تقام من طرف جمعيه اسبانيه بدعم من وزارة الشباب الإسبانية، من دعم كذلك من برنامج أحد البرامج ديال المفوضية الأوروبية وكذلك الاتحاد الأوروبي. هذا النشاط اللي هو مهم غادي يكون فيه واحد المشاركة دولية كبيرة، يكون فيها العديد من الدول اللي منها إسبانيا، اليونان، بلغاريا، إيطاليا والمغرب. هذا النشاط اللي غادي ينطلق في 27 في هذا الشهر هذا وغادي ينتهي في فبراير المقبل. فمرتزقة البوليزاريو كلاب ديال الجزائر بنظام العسكر بالجزائر فما بقاش يسكت وعارفين بان يحققه المغرب والامن الامان اللي كاين في الصحراء المغربيه فما عجبهمش الحال، خصوصا وحنا كنشوفوا رالي ريس داكار يمر بالاراضي الصحراء المغربيه. الامور هذه ما خلاتش مرتزقه البوليزاريو خلاتش الكلاب ديال العسكر الجزائر يسكتوا. نرجعوا لهذا النشاط اللي غادي يتقام الدخله هي جوهره الصحراء المغربيه. اولا ولا غالب الى الله وعاش المغرب ولا عاش الخنا، يعلم الله كمحب وكيطني، يعلم الله كمدافع عن كيادر الوطن. جاب متابعه حساب هشام خضري، كملوا الفيديو. مشاركه العديد من الدول كما قلنا الاوروبيه مشاركه مهمه بالنسبه للشباب ديال المغرب. دينة الدخلة على موعد مع واحد الحدث رياضي وتثقيفي مهم تحت الإشراف ديال الاتحاد الأوروبي ووزارة الشباب الإسبانية وجمعيات إسبانيا حكومة إستوريسيا. النشاط هذا غادي يستفدوا منه الشباب المغاربة والشباب الأوروبي اللي غيكونوا حاضرين تحت شعار أهمية الرياضة للمحافظة على الصحة. غتحتضنوا طبعا جوهرة الصحراء المغربية اللي هي مدينة الدخلة. غادي يكتشفوا هاد الناس هادو في وصلت مدينة الدخلة ويكتشفوا هاد الشباب هادو ان مدينة الدخلة والمدن ديال الصحراء المغربية والاقاليم الجنوبية كما هي الاقاليم الشمالية والغربية والشرقية بالمملكة المغربية يعيشوا الامن والرخاء والهدوء. اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا سائر بلاد المسلمين. هادشي ما عجبش كلاب سكر ونظام الجزائر ومرتزقة بوصندلة صندلستان. هناك مخيم روبيني قاموا داروا واحد التعرض على الجمعية في إسبانيا، كانش جواب. هادشي تنشر في الصحف الإسبانية وهذا كيبين الانتصار وكيبين أمن والأمان اللي كتعيشوا الأقاليم الصحراوية حتى السيادة المغربية حتى حكم جلالة الملك نصره الله محمد السادس وتحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك. الدخلة بالمشاريع المهمة بالميناء ديالها الكبير والميناء الضخم بالمشاريع في البنية التحتية ومجموعة من المشاريع كتبين بأن وصلات المدينة الوحدة ما يزورها الأوروبيين غادي يشاهدوا التطور والانتقال انتقلته مدينة الدخلة وفين وصلت الدخلة في كي دايره المدينة ديال الدخلة. صراحة كنبغي نقول للجميع زوروا خليج الدخلة فإنه منطقة جميلة أو منطقة جميلة أو مكان يستحق الزيارة. مدينة الدخلة عروسة الأقاليم الصحراوية المغربية، داكشي اللي كيعاودوا للناس اللي جاو من الدخلة وتعاودوا لنا على ديك المدينة ديال الدخلة. لم تشأ الأقدار أن نزورها لكن قريبا سنكون هناك إن شاء الله وسنبث لكم إحدى الفيديوهات أنا من هناك من أقاليمنا الصحراوية المغربية التي تعيش الرخاء والازدهار تحت حكم جلالة الملك محمد السادس كما تعيشه من الأقاليم المغربية. فلم يهنئ البال لمرتزقة البوليزاريو وهي ترى رالي داكار باريس يمر عبر الأراضي التي وصلت تقريرها الحربية أو بلاغاتها الحربية 2000 ولا 3000 بلاغ من هناك لآلاف من المشاركين، المئات من السيارات والدراجات النارية والشاحنات مر من هناك رالي باريس داكار. عاش الناس الاجواء وشفنا كيفاش كانت الاجواء وما ننساوش بان وشافوا الناس كيفاش هادشي تحيه غنسالو غنسالو الفيديو. فتحيه لقواتنا المسلحه الملكيه، فالتحيه وكل التحيه لرجال القوات ونساء القوات المسلحه الملكيه، الدرك الملكي، القوات المساعده، رجال الامن والوقاية المدنية ولكل المصالح الأمنية التي تسهر على أمن ورخاء هذا الوطن. دمتم في رعاية الله، ألقاكم في فيديو آخر. لكن قبل من ذلك لكن قبل غادي نختم بسورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم، إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع
وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. أيها المغاربة الأحرار إنما كنتم أحبكم كثيرا. خليتكم على خير. السلام عليكم.